الشيخ الخنجر اكد خلال كلمته ان الازمه التي عانى منها العراقيون وحدت الشعب في محاربه الارهاب وتحرير مدن العراق بجهود ابطال القوات المسلحه موجها شكره لكل من اسهم بتحقيق هذا النصر على اعداء البلاد. رغم كل الالم الذي كان بوجود الارهاب على ارض العراق هذه المحنه وحدت الشعب العراقي. وجعلت كلمته واحده وهي محاربه الارهاب وتحرير العراق شكرا لابطال القوات المسلحه الذين سطروا ملاحم يشهد لها التاريخ في الذود عن الارض والعرض وتحرير تراب العراق والرحمه لشهداء العراق من المدنيين والعسكريين الذين روت دماءهم الزكيه الطاهره تراب العراق